كوني انتي الشام وتعلقي نص القلب عشكلها شامي وعاهد هادت نبض القلب توعدني وبتنام وبيصير نبض الوقت عنبضك الشامي وبيصير نبض الوقت عنبضك الشامي لو كنت انت الدنيا رح اكون مثل الشام بتعلق بنص القلب عشكلها شامي وبتعلق بنص القلب عشكلها شامي عاهد هدت نبض القلب توعدني وبتنام بيصير نبض الوقت عنبضك الشامي بيصير لما الغمام يزيح القلب مركب حن والعاشق ميناء القلب مركب حن والعاشق ميناء ورح كون مين الحب ترتب الأحلام رح دوزن موتار القلب تا تقدري تنامي بس دق لك رح تردي علي مو؟ ايه اكيد رح رد برافو عليكي اياد اياد ايوه غير لها الضبط وخليها تروح ايه بس شو؟ هاي البنت درويشه رفقتها ضحكاني عليها وجايبتها معها هي ما بتعرف شيء خليها تمشي مثل ما بدك تفضلي معي فهمتي؟ ما حبيتها مو انت اللي اصريتي تجيبيها خلص غيرت رايي ندى حاجه جنان البنت كتير فهيمه وقحه ندى انت لامتى بدك تضلي تتعاملي مع الامور بشكل شخصي شخصي فشرت عينا انا كلها على بعضها ما لي شايفتها معناها تركينا نشتغل فرصه واجت لعندك شو بك ما حبيتها ما حبيتها ما ارتحت لها لهي المره ما ارتحت لها ما بعرف ليش خليها تنهي القصة، تصور لنا الفيديو، تجيب لنا اياه، وبعدين لكل حديث حديث. الله لا يوفقك يا هاشم. معلش، كرمال عين تكرم مرجعيون. لا والله حبيبتي. بسأل الأصح قال شو جابرك على المر؟ قال له الأمر. وين كنتوا لا حيوان؟ يا عز سيدي كنت على البحر ولا بالفيلا؟ لا أنا فيلا على البحر كان دا يخلي لحالي بطلع بغير جو يومين
تعرف ليش أنا صابر عليك؟ لأنك بتحبني. ليش سيدي ليش؟ مشان كذا شغلة. الله يجبر بخاطرك ويخلينا إياك. في مقاطع جديدة علمها؟ لا أعوذ بالله ما في شيء. جلال والله ما في شيء. طيب أنا المسا بدي أمرق أشوفك، جهز لي حالك. على رأسي بأمرك. هيك قال لك؟ ايه والله. شلون يعني اعطيها فرصة جديدة؟ هاشم ما بفكر بهي الطريقة. ما بعرف بس تعرف انا عجبتني. هلا المهم روح وصيني على غدا. انا؟ ايه انت؟ لا بس بحب خبرك انا ضابط مثلي مثلك، انا مو حاجبك. بعرف انك مو حاجبي، انت رفيقي، مشان هيك وصيني على غدا وجيب لي ملف هي البنت على السريع. طيب حاضر، راح وصي لك على غدا اولا بعدين بجيب لك ملف. يلا بالاذن. الله معك. طيب يعني وإذا عصب عليك أبوك ودربك؟ إيش يعني خربت الدنيا؟ لا ما خربت الدنيا، بس أول مرة بيضربني. طيب يا سيدي ودربك؟ مرقة. السلام عليكم. أهلين. عمو عليكم السلام. تركنا شوي. طيب ماشي. ليش ضربتني؟ لأنك واحد غبي، واحد ما بتفهم، أنت ما فهمتك ما بتفهم. لك ولك انت ما بتعرف حجم الورطه اللي انا فيها لحتى رحت حكيت لمختار. اول شيء بدك تقلنا اي شيء بيصير معكم بتروحوا لعند عمو مختار وبتحكوا له. برايك في اهم من هيك موضوع؟ ماما رح تتطلق وانت كنت قافل موبايلك. بابا هلا بدك تقلني شو هي الورطه اللي انت فيها؟ مو نحن رفقات؟ خلص لا تشغل بالك، ورطتي إن شاء الله بتنحل. روح أنت على البيت هلأ ولا تتأخر مشان أختك ما تضل لحالها. بابا هلأ اتركني من البيت. قلي شو هي الورطة يلي أنت فيها؟ أنت هلأ روح ورجع على البيت وأنا بحكي لك قصة النومة هي برا البيت ما بقى بتعيدها بحياتك، عم تفهم؟ سلام. تمنيني ان شاء الله هديت الامور بين امك وابوك. والله لسه ما مبين شيء يا جوان، الامور مثل ما هي. احكي هيك بتخوفني. جوان نحن بنحب بعض وان شاء الله رح نكون لبعض. انا اقول هيك لاني احبك. حلا بصراحه نحن لازم نقرب اكثر، لازم نخطب. معك حق، بس بصراحه انا هلا خايفه من ردة فعل اهلي وخاصه بالظروف اللي عم نمر فيها بالبيت. عم اشتغل حلا مشان مو نخاف، مشان نطلع سوا مع بعضنا قدام الكل من دون ما نخاف. بفكر انه انا ما بتمنى احط ايدي بايدك قدام كل الناس. جوان انا بدي اياك جنبي كل العمر. من قلبك هالكلام؟ اساله. سالته من اول مره شفته كيف هي. وشو قال لك؟ قال لي كلام ما اريد اقوله غير قدام كل العالم لما نبطل نخاف ونتلاقى بالسر. يا الله بتصدق ما جعبالي تروح؟ والله مو بايدي، مضطر يعني ما معي وقت، لازم روح بكير على المكتب. روحي رح تبقى معك، دير بالك عليها. ايه صحيح. كنت بدي اسالك كيف شغلك مع حازم؟ منيح تمام، كله منيح يعني، بس بلا خلينا نمشي ما بدي اتاخر. يلا معلم الحساب بعد اذنك. تكره. جلال وينك؟ ساعتين لتجي لعندي. ايه هلكتني هالمرة؟ شو يعني ما اعطتك الفيديو؟ ما رضت تعطيني اياه. شو؟ كيف يعني ما اعطتك اياه؟ اهل ما بسلموا غير بايدها. لك ما اعطيتها مصاري. بلا اعطيتها بس ما رضيت تاخذهم، قال هي بدها تسلمهم هون بالفيلا. هيك لكان. من الاول هي المخلوقة قلبي مو مرتاح لها، بتروح بتجيب لي اياها هلا. ما فيني اجيبها يا مدام. لك شو يعني هذا الحكي؟ قال هي بتحكي وبتحدد الموعد. شو؟ لا تكون صدقت حالها هي. هلا بتروح بتجيبها بتشحطها من شعرها. روقي شوي يا مدام، ما بقدر اعمل هذا الشيء، المخلوقه غيرت عنوانها وما عاد اقدر الاقيه. غبي غبي مو بايدك.
قوم من خلقتي، قوم. جيان أنا بعت خبر وراكي مشان أفهم شو هي قصة الطلاق. طمني بالك خالتي، كلمة ونقالت أكيد ما بقصدها. والله وقت عرفت تلبكت وما عاد عارف شو بدي ساوي، لأنه أنت سبرك بسبرت وعاد. أنت الغالية خالتي، ما حدا غيرك. ما بدي وصيكي بشفيه. تسمحي لي خالتي؟ ابقي تعي جيهان، ها تعي اشربي قهوة بكرة. الله وحده بيعلم قديش معزتك غالية عندي. يا ميت أهلين وسهلين، شرفتوا. شو عم يسوي هذا هون؟ هذا ابن خالتي وأخته، يعني مثل أخي، ما في حدا غريب. تشرفنا، منعرف إنه ابن خالتك وأخته. أنا ميت مرة قلت لك ما حدا بيفوت على البيت وأنا مالي موجود. لا مو أنت الرجال اللي جوزته، لك شو صاير لك؟ طول النهار سقونا. يلا يا أما بتدوري على حال شعرك وبتفلتي، يا أما أنا مو الرجال اللي جوزتيه. بتعرف أنا ما عاد فيني أتحمل، لسا كل ما حدا إجا لعندي أو حكى معي تليفون بتخانق وبتعيط وبتعصب. إذا بدك تتمك هيك أنا رايحة لعند أهلي. وحياة اللي شك عظامك عظمة عظمة، لو لأنه صبحي جاي على الطريق كنت رميتك على بيت أهلك. بس صبحي شفالك. إيه الله وكيلك هو اللي شفالك. شو عاملي عشا؟ قلت لي انت لأنه صف واصلة؟ للتاسع. ليش ما كملتي؟ من الفقر. بعد التاسع شو عملتي؟ مثل ما انك شايف بلشت شغل. من التاسع بلشتي شغل؟ يعني مو من التاسع، من التاسع بعد شوي. مبسوطة بهالشغلة؟ بتعرف كم واحد صار سألني هذا السؤال؟ كتير. كتير كتير. لا يا سيدي ماني مبسوطة، أكيد ماني مبسوطة، بس هاي الشغلة فيها مصاري كتير. يعني إذا هلأ أمنت لك شغلة تانية وفيها مصاري تتركي هالشغلة؟ يعني هالشغلة اللي بدك تأمن لي إياها راتبها ما رح يكفيني حق دخان. مظبوط، بس كمان 20-25 ألف بالشهر بيخلوك تعيشي حياة نظيفة. بس عندي هون أنظف من برا. هون أنظف من برا. لأن العالم لنضاف بيجوا لعندي لهون. والله ماني قليلة يا سميرة، مو هيني أبدا أنت. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلين معلم جرجي. هي طمني اليوم شو صار معنا؟ كله جاهز إن شاء الله. السيارات إمتى؟ السيارات إذا الله راد بكرة 7 الصبح جاهزين. الله يعطيكم العافية. شو معول على الشغل مختار؟ الله يقدرنا نبيض وشك وشنا. آمين يا رب يا رب. صحيح جبت لك المبلغ، بعرفك لازمك مصاري. يلا سيدي ما نسكش حالنا، يسلموا إيديك. ولو تكرم عيونك. اللي بقى شو الشغلة اللي بدنا نقبل فيها الفقر؟ لا هي الشغلة بدها قعدة وبدها صفنة. طيب انت بس قلي العناوين. لك هلا شو بدك بهالشغلة انت؟ خلصي هالمعرض بخير وسلامة ومن هون لوقتها يبين معي الشغل شو هو، اوكي؟ ايه
مثل ما بدك لبعد المعرض. يلا السلام عليكم. عليكم السلام، الله معك. الله يسلمك. نمتي منيح؟ معك دخان؟ لا ما معي. شو حابة تعرفي عني؟ الحقيقة اللي ما انكتبت هون وبنفس الوقت وصلتك لهون. الحقيقة خلتني موت مرتين بحياتي. أول مرة وتاني مرة لما مات راغب. مين راغب؟ أنا وراغب كنا كاتبين كتابنا على بعض، وقبل عرسنا بثلاث أيام مات. هيك بلمح البصر. وبعد ما مات اكتشفت اني عامل، وهون كانت المشكلة. ايه وشو عملتي؟ اتصلت بحدا كان يعتبره راغب مثل اخوه بيثق فيه، وطلبت منه المساعدة، وفعلا ساعدني، ورحنا وخلصنا من كل شيء. انا هيك فكرت، بس طلعت غلطانة كتير. كيف يعني؟ صار يعطيني حبوب اللي لازم تاخديهم مشان صحتك، وأنا صدقت مثل الغبية، وبالأخير طلعوا حبوب مخدرات وهلوسة، ويوم بعد يوم صار عندي إدمان عليهم، وهيك بلش المقابل تبعه. استغل وضعي المادي السيء وإدماني على الحبوب المخدرة، وصار مقابل كم حبة مخدرات يغصبني أطلع مع زبون. ولما صرت أتأفف هددني إنه رح يخبر أهلي، صرت أطلع مع الزبون غصب عني وبصر معي. خلص حنان، اليوم بكفي لهون، أنت تعبتي كتير. ما بدك تنادي كفاح؟ كفاح؟ وين بقية المقطع؟ بالحفظ والصوم مدام. عم قلك وين بقية المقطع؟ وانا عم قلك بالحفظ والصوم. يالله وكيلك كلفني كثير. خرب بيتك شو خسيس، جيبه وخذ اللي بدك اياه. واليوم المساء بيكون عندك هون بالفيلا. انقلع. منتي علينا. شايفين القطعة اللي طاير عقلنا فيها؟ هي ما بتطلع نقطة ببحر الشغل اللي كان يشتغله أبي الله يرحمه لما كان عند شيخ الكار المعلم جورج. كانت قطعة الموزايك بالنسبة إلهم قطعة من روحهم، بيعاملوها مثل ما بيعاملوا أولادهم، بيديروا بالهم عليها. يعني مثل ما تقولوا صار في بينهم وبين الموزايك علاقة صعب حدا يفهمها إلا اللي بيشتغل بها المصلحة. عم قلكن هذا الحكي مشان تديروا بالكن وانتوا عم تغلفوا، وتعاملوا كل قطعة اشتغلناها كأنها قطعة من روحكم. يلا الله معكم. لا تاكل هم معلي. بخاطرك معلي. مع السلامة. هذا الصالون
بصير في طاولات قمار، حفلات مميزة، عروض أزياء كتير مهمة. ويمكن حدا من الزباين يعجبه شكلك ويستلطفك ويحب يقعد معك، وين المشكلة؟ واو، المكان بيعقد، بس أنت اللي مزينتي حبيبتي. أنا ما عندي مشكلة أبداً باللي قلتيه مدام، بالعكس حبيتك. طيب شوفي لقلك، يوم الجمعة في حفلة كتير مهمة، بدي اياكي الساعة 10 تكوني عندي، أوكي؟ أنا تحت أمرك، المهم تكوني رضياني إني أشتغل معك. تكرم عيونك. لازمك مصاري؟ أبداً. أكيد؟ أكيد. أي شي بتلاقي عندي؟ كلك ذوق مدام. أنا هلأ لازم أمشي، بدك مني شي؟ بدي سلامتك. باي. باي. ما حكينا عمو، تسحبوا منه مصاري قد ما فيكم، وبس تحصلوا مصرياتكم بتقلعوا. ما بدنا نخبر عنه الشرطة؟ شرطة شو؟ إنه عم بيسرقنا يا عمو. هذا زلم كبير، 70-75 سنة، وين بدك تبهدله؟ ما بيتحمل يوم واحد بالسجن. أنت هيك شايف؟ هيك أحسن. طيب، رح خبر بابا هالحكي أنا. سلم لي عليه. الله يسلمك. الله بالإذن. معك. الله معك. كريمة؟ كريمة؟ ايه اخي. تعال اشوف. عاوز شي؟ وينك اليوم ما شفتك انا؟ بغرفتي، ما طلعت لمحل، بس كنت عم فكر قلك انه بكره بدي انزل دور على شغل. شو؟ بلا وجعة راس، خليك يوم احسن. حاسك مالك مرتاح؟ لا مرتاح ومبسوطة كتير، بس عم فكر بأخي مختار، الديون لفوق راسه، الله يفرج عنه يا رب. آمين. الحق معك، بس كمان مختار الحق عليه. شو بيده يساوي يعني؟ يعني الله يصلحه، في حدا بيرهن كل شي بيملكه للبنك منشان يفك ديقته مؤقتا؟ ومختار شو ممكن يساوي غير هيك؟ هلا اللي صار صار، بس برأيي لازم تحكوا معه مشان ما يضيع حقكم. أخي ما بياكل حق حدا، وإن شاء الله ما بيصير إلا كل خير. إن شاء الله إن شاء الله، بس يعني لا سمح الله إذا أخوكي ما قدر يوفي قرض البنك بدون حجز على كل شيء، منشان هيك لازم تتقاسموا مشان ما يضيع حقكم. شو هالحكي هاد كريم؟ الله لا يقدر. حبيبتي أنا عم أحكي إن شاء الله مصلحتي، بعدين هذا حقك، حقك يا هدى. خلصنا بقى، روقي روقي ولا تخلي شي يضايقك. إيه شرف أخي أبو محمود، هيك بصير المبلغ 450 ألف ليرة من حر مالي. من إيد مانعتبها يا أبو جميل. الله يكرمك. خذ ابني خذ. ونحن معنا 450، هيك صاروا 900، بنقصنا 100 ألف. بيتدبروا ايه بيتدبروا، ما بيتدبروا جميل؟ بيتدبروا، اللي دبر هدول بيدبر المية. معناته بكرة الصبح رح انزل على السوق ووسع البضاعة. ايه انزل وصي، ليش؟ كان شغل مصاري، لأنه إذا ما شغلناهم بيخيصوا بابا، ونحن إذا وسعنا بنربح أكثر. ابني الله يرضى عليك، خلي أختك تعملنا في الجنينة. لا أنا بدي شاي بالنعنع. تكرم عيونك يا ابو جميل، بدك شاي بالنعنع؟ نعم. ابني الله يرضى عليك، ملو لعمك ابو جميل ابريق شاي بالنعنع لانه بيستاهل. ابو جميل ما بيستاهل الا كل خير. الله يكرمك. بالاسم. مع السلامه. اهلين. الله يحفظك. اهلين اخي ابو جميل. اهلين. يا مرحبا. شو صار معك مختار؟ لك اهلين ابو حميد، والله مالي نسيانك، خلص عندي. ماشي على راسك. الله معك. أهلين أبطال.
السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين بالمعلم. يسلموا زيدو. يا عمي بمصق لي. الله يرضى عليك بوشك على المستودع بتحملوا اغراض المعرض. انا فوخي معلم، وبعدين شو نعمل؟ ما تعملوا شيء، لبين ما تحملوا الاغراض بيكون وصل ابو جرجي بياخذهم وبيتيسر. الله يسامحك يا معلم، لو خليتنا نروح نشارك احنا بهالمعرض ما كنا غيرنا جو. ومين منعك يا افندي تروح تشارك؟ لا يا معلم، اذا بيكون المشوار على الجنه ما بروح بلاك. ولك حاجتك تلبسي بقى، انت اللي ما بتحب تغير شيء بحياتك. يلا بوشكن على المستودع وحاجه قرقه ومده. يلا خاطرك معلمي. الله معك. سلام علمي. الله معك. يعني انت جايبتيني لهون عشان تخبريني انه بدك تتزوجي؟ انا ما قلت لك انه بدي اتزوج. شو معناته هذا الحكي لك؟ انا جايبتك مشان اتناقش معك باللي عم يصير معي، معتبرتك صديقتي. كل هالطلعات والفوتات والاشياء اللي عم تصير، هلا اللي تذكرتي اني ممكن اكون صديقتك؟ مسا لسه ما صار شيء، انا ما عطيته اي قرار. كل القصه انه نحن عم نتعرف على بعض اكثر. ليه لا تتعرفوا على بعض اكثر؟ شو ليش؟ عم قلك الزلمه متقدم لي. يعني ممكن اذا تعرفتي عليه اكثر توافقي. انا شايفه انه الموضوع محسوم عندك، يعني ما في داعي لاي نقاش. يبدو انه محسوم عندك انت كمان. مسا عم قلك خلينا نتناقش. امي طول عمرك بتعملي اللي بدك اياه واللي صح من وجهه نظرك، وهلا ما تغير شيء كمان. ما صحاش تحكي مثل ابوكي، بطلي لي هالعاده، خلينا نحكي على رواق. امي اذا بتريدي، ابي ما دخله، هي حياتك وانت حره فيها. خاطرك. وين رايحه؟ ماسا ماسا خلينا عم نحكي. رفضت يا مدام، رفضت رفض قاطع، يعني مع اني اغريتها بكل الطرق ما مشي الحال، عرضت عليها مصاري كثير عبس قال ما بتسلم الشريط غير هون وعندك بالفيلا. اوكي جيبها لنشوف. بنتي علينا. بابا ما بدك تروح تجيب الماما؟ تجي لحالها. شلون بدها تجي لحالها اذا ما انت رحت جبتها؟ انا والله العظيم كثير اشتقت لها. اشتقتي لها روحي زوريها. ماما اشتقت لك كثير انا. تأمري قلبي. عن جد البيت بلاكي مثل المغاره. الله يحميك. امي لي اهلا ماما امي لي اهلا. امي عيوني. اهلا وسهلا جيهان. الحمد لله على السلامة. شفيق أنا ما رجعت على البيت لحتى نتصالح وتعتذر، بس ما عرفت شو بدي أقول لأهلي. بعد هالعمر بدنا نطلع؟ مو زبطة. ما على كل، أنا رح نام بغرفة حلا، خلينا بعد عن بعض أحسن. مثل ما بدك. بتشعر انها مختلفة كثير، كثير أثرت فيني. ريحتك طيبة اليوم. نرجع لموضوعنا. لا، ليش كل ما حكيت معك بتهربي مني؟ أنا بهرب منك؟ من شو بدي أهرب؟ أنت فهماني علي. لا سيدي ماني فهماني عليك.
لحتى افهم عليك بدك تعمل شيء، بدك تبذل الغالي والرخيص لأقدر افهم عليك. يعني انت بدك حدا يطالعك فوتك بيعزمك يصرف عليك؟ لك شفت كيف بتفكر؟ مو معقول انت كيف بدك تتطور وانت حاصر تفكيرك بدائرة شغلك؟ تعرف هاشم، طول ما انت عم تفكر بهاي الطريقة لا رح تعرف تحب ولا رح تفهم تعيش. لأنا الحقيقة ما بقدر اعتمد على المشاعر بفهم الحقائق ولا على الأحاسيس. أنا لحتى أفهم بعتمد على العلم، على المنطق، على الواقع، على الحقيقة. ليش الحب مو واقع؟ مو حقيقة؟ مو منطق؟ بتعرف شو؟ ما في فايدة من الحكي معك. خلينا نرجع لموضوعنا أحسن. لا أنا ما عم بفهم أنت، يعني هدول البنات يعني كيف فيك تتعاطفي معهم؟ أنا ما عم أفهم ليش أنت مصر تضلك قاسي، ليش مصر تضلك ما تبرر لأي وحدة كانت ضحية بيوم من الأيام. من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر. ما بعرف أنا هلا ليش مصرة ما تفهمي علي؟ قلت لك كيف بفهم عليك. إيم إيدك هلا. أنا تأخرت. باي. وينك امبارح؟ عم دق لك، كان عندي ابو جرجي ما عم ترد. والله انتو ما حسيت شو هدول؟ دبر حالك فيهم. لك مختار كل مره بدنا نعمل هذا الفنط، يا اخي انت محتاج بهالفتره اكثر مني، خلي يوم معك انت. شفيق الله يخليك، نزل شويه حمل عن كتفي مسك. خلص اللي بدك اياه، ما بتتناقش انت. المهم كيفك انت؟ طمني عن البيت والشغل. تعبان وطاقه روحي. هفكر اطلع على طرطوس. حلو حلو، الله يسمعنا الأخبار الطيبة. إن شاء الله في نية رجعة أنت وأماسة. شو جاب سيرة أماسة؟ لا يا رجل، أصلاً المي بس تنسكي ما بتعود تلم. ما أنت عم تقول إنك طالع على طرطوس؟ شو أول مرة بطلع على طرطوس؟ ما طول عمري بطلع لهنيك. اشتقت للبحر. لفة لفة مختار، يعني إيش معنى بحر طرطوس؟ ليش ما بطلع اللادية؟ أخذي رجلي على طرطوس، اشتقت لذكرياتي هنيك. فهمت. خلصنا بقى لموشة؟ قبلت اعتذارك؟ مو معقول قديش بتعتذري. عن جد أنا آسفة. وبشو كنتي مشغولة لحتى أما تلاقي وقت وتجي لهوني؟ صبي قهوة. أنا مو ناقصة مسخرتك، أنا اعتذرت من البنت وهي قبلت اعتذاري صح؟ أي صحيح. أنتي وين كنتي غاطة؟ كنت بالبيت عم بدرس. اي الله يوفقك يا رب. الله يسلمك. دايمة على القهوة. بشوفكم. باي نسرين. باي. الله معك. خلاص أبدي يا رفيقة، أبدي يا رفيقة يا عمي. اي تصطفلي. شو رأيك ننزل نشتري سندويشة؟ موافقة. معك مصاري؟ اي لا. بعبيكي مصاري أنا. اسحق السندويشة. عشان تطمعي. تعي تعي تعي. شو هي التقارير اللي عم تجينا من هذا البيت؟ شوف زدتهم لا ترد على حدا. صرنا رايحين وجايين شي 20 مرة عليه. البيت نظيف من الآخر. بعدين سميرة الله يعينها اخواتها يتامى وعم تركض عليهم. طيب أنا شو أعمل هلأ؟ أعمل لك ارتاح، لا تعمل شي. صحيح شو صار معلمة؟ ما صار شيء، كل مقاطع الفيديو بتشبه بعضه. يعني ما عندنا ولا دليل على الست كارول. إيه بدنا نلاقي دليل، مو انت هيك بتقول؟ هذا كان زمان. وشو جديد هلا؟
لا جديدة تحت الشمس. بدك شيء؟ شو قصتك هاشم؟ ما عم تقعد ولا دقيقة بالإدارة، بس بدك تمشي. مالل من كل شيء. سلام. مرحبا بابا. أهلين حازم، شو جابك؟ هلأ صرفت أحمد وكن بدي سكر المحل؟ ما اتفقنا أنه بدنا نحكي؟ خلص هلأ منروح على البيت منتعشى هنيك ومنحكي. لا هلأ منروح على المطعم ومنتعشى ومنحكي. أمك رجعت على البيت؟ ماما رجعت على البيت؟ شاطرين غير بالحكي. انا اجيت نورت سوريا والعالم والكره الارضيه كلياتها. خلص دوختها لمامي، دوختها. شو هذا؟ جوعان؟ جوعان كثير كثير كثير. معناتها انتوا روحوا اقعدوا وانا رح احضر العشاء. يلا. بالنهاية أنا عم أحكي لمصلحتك. سميرة؟ إيه مدام. بس بورك جاهز؟ إيه طبعاً جاهز مدام. يعني إمتى ما بدك بتسافري بتعملي عرض أزياء؟ إيه طبعاً مدام. إمتى ما بدك بطلع وبعمل عرض أزياء. طيب حضري لي حالك بعد بكرة السفر. حاضر مدام. ولا قلي؟ شفتي شلون هي رح تطلع لها بأسبوع زمان بمليونين ليرة؟ أرزاق؟ مو على راسي. لك اهلين يا لموش، ليش قاعده لحالك يا صبيه؟ جيبي لنا كاس للصبيه. لا 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 شكرا، ما بدي اشرب شيء. بس معقول انت عم تشتغل بعرض الازياء وما بتخبرني؟ مع انك ابن حارتي بس كنت اشتغلت معك. ايه ما كان عندي علم انه مهتمه بهذا المجال والله. يا سيدي حصل خير. وهي لك تعرفي أنا مهتمة بعرض الأزياء وبمعيتك، يعني لازم أخذ فرصتي صح؟ من هالعين قبل هالعين. تكرم عينك ولو غالي وطلب رخيص، أنت بتأمري. أنا هلأ لازم أمشي. بتأمر بشي؟ سلامتك. سعدين يعني. لا مشكلة. يا أهلا وسهلا. رنا، هي آخر مرة رح أحكي معك بهذا الموضوع، لأن الحقيقة عم حس حالي أني عم أشحد منك صداقة، وأنا مو هيك أبداً. رنا نحن اثنين كبار وقادرين نأخذ قراراتنا بنفسنا ومنا مراهقين. أنا محتاجك وأنتي محتاجتيني. أنا محتاجك أم لأبني ومحتاجك شريكة لحياتي، وبعتقد أنتي كمان صار لازم تستقري. لا تفكري أبداً أني عم أطلب هالشي مشان حاجة، لا أبداً يا رنا، أنا حبيتك فعلاً. Thank you.
الدنيا بس كوني انت الشام وتعلقي نص القلب عشكلها شامي وعاهد هادت نبض القلب توعدني وبتنام وبيصير نبض الوقت ع نبضك الشامي وبيصير نبض الوقت ع نبضك الشامي لو كنت انت الدنيا رح اكون مثل الشام بتعلق بنص القلب عشكلها شامي وبتعلق بنص القلب عشكلها شامي عاهد هدت نبض القلب توعدتني وبتنام بيصير نبض الوقت ع نبضك الشامي بيصير نبض الوقت ع نبضك الشامي شام ودني يعني غزلنا الريح تبدأ لما الغمام يزيح القلب مركب حن والعشق ميناء القلب مركب حن والعشق ميناء ورح كون مين الحب ترتب الأحلام رح دوزن موتار القلب تا تقدر تنام